فالدعوات لانه القضاء يستلم زمام الامور والاتهامات لرئيس السلطه القضائيه، هذا الموضوع غير واضح، يراد منه خلط الاوراق وخلط الامور. حاليا الطبقه السياسيه عجزت عن اكمال ما قررته المواد الدستوريه، وبالتالي هناك رئيس جمهوريه وهناك قرار من المحكمه الاتحاديه ابقى رئيس الجمهوريه في صلاحياته. تتذكر القرار الاخير اللي صدر من المحكمه الاتحاديه بخصوص الماده 72 من الدستور. الان على السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهوريه حل البرلمان او هم البرلمان نفسه بمداخله سيد اللامي.